معلش عشان نوريها لباباها بقى، عشان ايه بالمرة، عشان لو هنكرر نبقى ايه نكلم حضرتك. تمام. لا خليك زي ما انت، مفيش مشكلة. خش الحمام جوه، خش من جوه. انا بس بوريه المساحة عشان يبقى ايه. وفي مشاكل في السباكة فوق ولا حاجة؟ ده عاملين السباكة، انا شايفة السقف احنا شوية. عاملين السباكة كلها من أول وجديد، جايبين مواسير جديدة، موتور خاص بينا. هي شقة هنا 3 شقق، الدور الشقة اللي جنبك دي مقفولة. مش عايزين يبيعوها بالمرة.